السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة ومعكم سر صابر ياسين، وهذه قناة سبيشال ويسيب، قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين الدرس الثالث والرابع من كتاب جاينتس العمالقة، تمارين الوحدة الثانية لعام 2024. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشاره مع زملائك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتساب والتليجرام. ولو دي اول مره تشوف القناه شرفني اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره ثانيه، يلا بينا نبدا بسم الله. اول تمرين عندي على الكي فوكابلري اند ديفينيشنز، واول سؤال بيقول Tarek's little brother is often not, he sometimes hides his father's phone. الإجابة هتكون كلمة naughty معناها مشاغب، والجملة معناها أخو طارق الصغير غالبا ولد مشاغب أحيانا بيخبي تليفون أبوه. patient لو جت صفة بيكون معناها صبور، لو جت اسم بيكون معناها شخص مريض. kind يعني عطوف، وكلمة well behaved معناها حسن التصرف. Number 2 Mona is often not before lunch. Once she has eaten she is quite cheerful again. الإجابة هتكون كلمة grumpy معناها متعكر المزاج أو متأفف، والجملة معناها أن منى بيكون مزاجها معكر قبل الغداء، بمجرد ما تاكل بترجع تاني برحة يعني بشوشة ومرحة مرة أخرى. patient صبور، patience الصبر. cruelty القسوة، وصف منها cruel اللي معناها قاسي. number 3 as she was crying it was not that she is upset. الإجابة obvious، صفة معناها واضح، والجملة معناها لأنها كانت تبكي واضح أنها كانت قلقانة، كان من الواضح انها الآن. unclear غير واضح، نفس المعنى an obvious، obviously ظرف معناه بوضوح. number 4 my best friend is always very not, he always gets grumpy. cross صفة معناها غاضب، والجملة معناها صديقي المفضل دايما غاضب جدا، دايما بيكون مزاجه معكر. glad سعيد او مسرور. cheerful مرح او بشوش. pleased معناها مسرور او سعيد. number 5 the majority of our people are smokers while the not don't smoke at all. الإجابة minority الأقلية. minor صفة معناها تافه او ضئيل او صغير او ثانوي او فرعي، major معناها رئيسي او اساسي، minority معناها مئذنة، مئذنة المسجد، والجملة معناها الأغلبية بتاع شعبنا مدخنين بينما الأقلية لا يدخنون على الإطلاق. number 6 some boys were very not outside the school, they were throwing stones at a cat. الإجابة كلمة cruel، صفة معناها قاسي اللي أنا كنت لسه كاتبها من شوية هنا، والجملة معناها بعض الأولاد قاسيين جدا خارج المدرسة كانوا بيرموا أحجار على القط. will behave معناها حسن التصرف، kind عطوف، patient صبور. number 7 the bar note shows the number of drivers killed in motor vehicle accidents by age. الإجابة كلمة bar graph، وbar graph معناها مخطط رسم بياني بالأعمدة، بيقول إن المخطط ده بيبين وبيوضح عدد السائقين الذين قتلوا في حوادث على الطريق وفقا للأعمار بتاعتهم. جاب يعني فجوة أو ثغرة، جريب يعني عنب، وجراب فعل معناه يخطف أو ينتزع أو يمسك به. number 8 I have had a not and rewarding career as a teacher, it's so hard. الإجابة challenging، صفة معناها شاق أو مجهد أو مليء بالتحديات، والجملة معناها أنا عندي مهنة مجزية وشاقة جدا كمدرس، انها so hard شاقة جدا. challenge
فعل معناه يتحدى أو نون معناها تحدي simple يعني بسيط و disable صفة معناها معاق. مسألة بعد كده number 9 everyone likes Ali because he is always so right. الإجابة كلمة good natured معناها حسن الطباع وجود معناها كل واحد أو كل شخص بيحب علي لأنه شخص دايما حسن الطباع. نوطي مشارب grumpy معناها متعكر المزاج وكل معناها قاسي. Basically I am not and I can't think I can't get any work done. الإجابة كلمة miserable معناها بائس أو تعيس. والجملة معناها أنا بائس وتعيس ومش قادر أفكر ومش قادر أحصل على أي عمل بينجز. وبيزيكلي معناها في الأساس cheerful يعني بشوش أو مرح. patient support talented معناها موهوب. number 11 he is praised because he has faced many odds during his journey to success. لجابة كلمة challenges تحديات. الجملة معناها هو بيمدح ويثنى عليه لأنه واجه تحديات كتيرة أثناء رحلته إلى النجاح. respects احترامات chances فرص prohibitions محظورات وممنوعات. number 12 only a tiny lot of the population ever actually commit a crime. لا يبقى minority أقلية. والجملة معناها أقلية قليلة من عدد السكان بيرتكب جرائم في الواقع. majority أغلبية. quality جودة. patience الصبر. 13 a high note of our students passed the driving test for the first time. percentage اللي معناها نسبة مئوية. بينما كلمة percent دي معناها في المئة ودي غالبا بتيجي مع الأرقام يعني مثلا أقول 10% يعني 10% وهكذا. والجملة معناها نسبة عالية من الطلاب بيجتازوا اختبار القيادة من أول مرة. sum معناها مبلغ من المال يعني. collocation معناها متلازمات لفظية. number 14 oh no that's not don't throw food on the floor. الإجابة هتكون كلمة naughty يعني ده تصرف مشاغب تصرف فيه شغب. لا ترمي الطعام على الأرض. cheerful مرح أو بشوش. kind طيب. good natured حسن الطباع. number 15 نقط number of customers complained about the service. الإجابة هتكون كلمة significant يعني هام أو ذو مغزى أو له دلالة. والجملة معناها عدد كبير من الزباين اشتكوا من الخدمة. صبور مرح معاق. number 16 the party atmosphere was not and everyone had a good time. الإجابة هتكون كلمة cheerful مرح. جملة معناها جو الحفلة كان مرح وكل الناس قضت وقت جميل. gloomy يعني كئيب. imbalanced يعني غير متوازن. restrictive يعني مقيد. number 17 when analyzing the change in population over a period of time a bird not might not be the best representation. bar graph يعني مخطط رسم بياني بالأعمدة. ممكن يكون قريب في المعنى لكلمة اسمها بار تشارت برضو. ممكن معناها عند تحليل التغير أو التغيير في عدد السكان على أو عبر فترة زمنية أو على مرور فترة زمنية فإن المخطط الرسم البياني ربما لا يكون أفضل representation أو أفضل تمثيل لهذا التغير. لاين يعني خط. ماب يعني خريطة. وبرين ستورم فعل معناه يعصف ذهنيا أو يستشير عددا من العقول والأدمغة لاستثارة أفكار جديدة. number 18 police not their investigation and a 39 year old man was charged with the murder. الإجابة هتكون كلمة concluded اللي هو فعل معناه يستخلص أو يستنتج. والجملة معناها إن الشرطة استنتجت
من التحديات بتاعتها إن راجل عجوز عنده 39 سنة متهم بجريمة القتل. أرجد يجادل، ريفليكتد يعكس أو يتأمل، ومارشل يسير أو يمشي كالجنود، اللي هي مشية الجنود. Number 19. The not is just as an important part of your essay as introduction. الإجابة هتكون كلمة conclusion. الخاتمة أو الاستنتاج مهمة أو جزء مهم تماما من المقال، زي وزي المقدمة بالظبط. Explosion انفجار. Treatment علاج. Exclusion معناها استثناء أو منع أو إبعاد. من الفعل مشتقة من الفعل exclude، وعكسها طبعا include اللي هو التضمين أو يشتمل على أو يضمن، وإنما منها كلمة اسمها inclusion يعني تضمين أو احتواء أو إدراك. Number 20. Despite his wealth he had a not life due to his loneliness. الإجابة miserable يعني تعيس أو بائس، والجملة معناها بالرغم من ثروته وغناه هو بيحيا حياة تعيسة بائسة بسبب وحدته. prosperous صفة معناها مزدهر، happy سعيد، delightful سعيد أو مسرور. Number 21. His not attitude makes him a popular figure in the neighborhood. الإجابة هتكون كلمة good natured، معناها حسن الطباع قلناها قبل كده، والجملة معناها موقفه الحسن، موقفه الجميل جعله شخصية مشهورة أو شخصية محبوبة في الجوار أو في الحي. النيتشرد معناها سيء الطباع، جراوتشي معناها عابس الوجه، وجلومي معناها قاتم أو كئيب. مش هتنفع طبعا لكل الإجابات دي. Number 22. My neighbor is easily irritated. He is not. الإجابة هتكون كلمة grumpy معناها متعكر المزاج، وجلومي معناها جاري سهل جدا يتم ان حد يعصبه، يعني هو دايما متعكر المزاج. كويت هادئ، مودست متواضع، وكلمة توليريت فعل معناه يطيق او يحتمل او يتحمل، ويجب معناه يسمح به او يقبل، والصفة منه كلمة اسمها توليرنت اللي معناها متسامح. بعد كده عندي رقم 23. It is no good being not with small children. الإجابة كلمة impatient اللي معناها غير صبور، والجملة معناها ليس شيئا جيدا انك تكون غير صبور مع الاطفال الصغار. عكسها patient صبور، impatiently بلا صبر، وpatiently بصبر. Number 24. If you are telling the truth why are you avoiding eye not with me. الإجابة تكون eye contact اللي هو التواصل بالعين. بيقول اذا كنت تقول الحقيقة لماذا تتجنب انك تبص في عينيا، يعني contract نوم معناها عقد اللي هو العقد اللي بيكون بين الشركات والناس دي، او لو جت فعل بيكون معناها ينكمش. connect معناها يربط او يوصل بينه، communicate يتواصل. Number 25. Egypt has begun to introduce facilities to the not in all fields. يعني جابها هتكون كلمة disabled. The disabled يعني المعاقين، الجملة معناها ان مصر بدأت تقدم مرافق للمعاقين في كل المجالات او تسهيلات. بورد معناها شاعر بالملل. devised فعل معناه يبتكر، و revised فعل معناه يراجع. Number 26. According to what published recently more people are in serious debts. اللي جابها هتكون كلمة figures. في كذا معناها الأرقام أو الإحصاءات، والجملة معناها وفقا للإحصاءات المنشورة مؤخرا أو حديثا كتير من الناس في ديون خطيرة. authors مؤلفين. fingers أصابع. كلمة planes يعني طائرات. كلمة figures اللي احنا قلناها ممكن تيجي بمعنى علم الحساب، يعني ممكن تقول I am not very good at figures، يعني أنا مش شاطر أوي في الحساب، مادة الحساب يعني. Number 27. Does a good salary not how important you are to your employer. الإجابة هتكون كلمة reflect فعل معناه يعكس أو ينعكس، والجملة معناها هل المرتب الجيد بيعكس إلى أي مدى أنت مهم بالنسبة
صاحب العمل بتاعك. inflate فعل معناه ينفخ او يملأ بالهواء، واللون منها كلمة اسمها inflation اللي هو معناها التضخم، مصطلح كده اقتصادي معناها ارتفاع الاسعار حاجة زي كده يعني. speculate ده فعل معناه يتكهن، وبتاخد حرف جر about، speculate about يتكهن بشأن. reflate فعل معناه انكمش، وبرضو في مصطلح اقتصادي اسمه inflation اللي هو الانكماش. number 28 it was not to everyone that the child had been badly treated. الإجابة هتكون كلمة obvious، صفة معناها واضح، وجملة كان واضح لكل شخص ان الطفل وسيئت معاملته بشكل سيء يعني. hopeful معناها آمل او متفائل او مشجع او يرجى منه الخير. medical صفة معناها طبي، وprivate صفة معناها خاص. number 29 her ambition was to become an established نقط. الإجابة هتكون كلمة author معناها مؤلف، والجملة معناها طموحها ان تصبح مؤلفة راسخة الاقدام. conference ثقة، layer طبقة، lecture يعني محاضرة. number 30 lots of Egyptian scientists have made not to new invention. الإجابة كلمة contributions يعني إسهامات، والجملة معناها كثير من العلماء المصريين قدموا إسهامات في الابتكارات الجديدة. contaminations تلوثات، contradiction تناقضات، distribution توزيعات. number 31 today information is easily not from the internet. الإجابة هتكون كلمة obtained، فعل معناه يحصل على، وطبعا الجملة مبنية للمجهول، والجملة معناها ان في هذه الايام من السهل الحصول على المعلومات من الانترنت. upload فعل معناه يحمل او يرفع حاجات على النت يعني. robbed يسرق، وcome out فعل معناه يصدر. number 32 there are different not of marriage in different societies. الإجابة كلمة patterns معناها انماط، جمع كلمة نمط. طب انا مختار انماط الجمع وسايب المفرد ليه اللي معناها نمط؟ عشان عندي ار بيجي بعدها جمع، والجملة معناها يوجد انماط كتيرة ومختلفة من الزواج في المجتمعات المختلفة. parents يعني والدين، و partners يعني شركاء. number 33 the soldiers were tired after their long. الإجابة after their long march، دي معناها سير الجنود، والجملة معناها ان الجنود كانوا متعبين بعد سيرهم الطويل. طبعا كلمة مارش لو خلينا الام كابيتال وبقت بالشكل ده مارش معناها شهر مارس. confidence يعني ثقة، و percentage معناها نسبة مئوية، و reflect يعكس او يتأمل. number 34 he writes exciting not stories for children. الإجابة هتكون كلمة adventure يعني مغامرة، والجملة معناها هو بيكتب قصص مغامرة شيقة للأطفال. advantage ميزة، عكسها disadvantage. advert اختار لكلمة advertisement اللي هو إعلان. adventure معناها مغامر. number 35 one of the functions of the kidneys is to not the blood. اللي هي كلمة purify اللي معناها ينقي أو يصفي أو يطهر، والجملة معناها واحدة من وظائف الكليتين، الكليتين للكلية يعني، أنها بتصفي الدم وبتنقي. reflect يعكس، pollute يلوث، وكلمة damage يتلف أو يضر. number 36 the plan is designed to not employees to work more efficiently. الإجابة هتكون كلمة motivate اللي معناها يحفز أو يحمس، والجملة معناها الخطة صممت لتحفيز الموظفين أن يعملوا بكفاءة أكبر. discourage معناها يثبت العزيمة، وكلمة prevent يمنع، وكلمة hinder يعوق أو يعرقل. number 37 why should I have to do all the cleaning it's not not. يبقى كلمة fair، لماذا ينبغي علي أن أقوم بكل التنظيف، هذا ليس عدلا. fair معناها خوف، fire نار أو حريق، lair معناها مخبأ. number 38 the company implemented new strategies to not hire customer satisfaction ratings.
الإجابة كلمة obtain معناها يحصل على، لسه حلين عليها مسألة من شوية. والجملة معناها الشركة نفذت استراتيجيات جديدة عشان تحصل على معدلات رضا أعلى عند الزبائن والعملاء. decline ينكمش وبتيجي فعل معنى يرفض، discourage يثبت العزيمة، decrease يقل أو يخفض. number 39 you should not older people with respect، الإجابة هتكون كلمة treat، هي هنا في الجملة معناها يعامل، بتيجي فعل معناها يعالج وبتيجي يعامل، والجملة معناها ينبغي أن تعامل كبار السن باحترام. treatment معاملة أو علاج، cure علاج، وهي معناها يلتئم أو يشفي. number 40 no effective mod exists for this highly infectious disease، الإجابة كلمة treatment اللي هنا معناها علاج، والجملة معناها لا يوجد علاج فعال لهذا المرض المعدي الخطير. treat يعالج أو يعامل، heal يلتئم أو يشفي، وcure معناها علاج أو يعالج. number 41 after careful analysis he became to note about the project's feasibility، اللي جابها كلمة conclusion اللي معناها خاتمة أو استنتاج، وجملة معناها بعد تحليل بعناية وصلنا لخاتمة أو استنتاج عن feasibility، يعني إمكانية تطبيق مشروع، إمكانية تطبيق المشروع، ومتخذ من صفة اسمها feasible اللي معناها عملي أو يمكن تطبيقه. initiation معناها بدء أو استهلال، والفعل منها initiate اللي هو معناها يبدأ، وفي منها كلمة اسمها initiative يعني مبادرة. investigation يعني تحريات أو تحقيقات، وكلمة interruption معناها مقاطعة شخص أثناء الكلام. number 42 the test should be an opportunity for students to acquire their knowledge، الإجابة هتكون كلمة demonstrate اللي معناها يوضح عمليا أو يبرهن أو يثبت، والجملة معناها إن الاختبار ينبغي إن هو يكون فرصة للطلاب إن هم يبرهنوا على المعرفة اللي موجودة عندهم. سيم يبدو، تريت يعامل أو يعالج، ديسابير يختفي. 43 the marketing department held an art session to come up with innovative strategies for the new product launch، الإجابة brainstorm اللي معناها يستثير أفكار جديدة، والجملة معناها إن قسم التسويق عمل جلسة brainstorm ليه؟ عشان يطلع باستراتيجيات إبداعية ومبتكرة عشان إطلاق المنتج الجديد. delegation يعني وفد، isolation يعني عزل، omission يعني حذف. عندي بعد كده تمارين تانية. 44 if you are a grumpy person then you are not، الإجابة هتكون bad tempered، لو انت شخص grumpy متعكر المزاج ومتأفف إذن انت شخص bad tempered، يعني نفس المعنى بتاع كلمة grumpy، مش good tempered اللي هو حسن الطباع ويعني ما بتعصبش بسهولة، اللي هو نفس معنى bad tempered شخص سهل هو يتعصب. patient صبور، will behaved حسن السلوك. number 45 the majority of people voted in favor of the new law، the antonym of majority is not، عكس majority كلمة minority اللي معناها أقلية، وطبعا majority معناها أغلبية. plurality معناها عدد كبير من أشياء مختلفة، most يعني معظم أو أغلب، bulk معناها جسم ضخم، والجملة معناها أغلبية الناس صوتوا لصالح القانون الجديد، طبعا الفوت معناها يصوت في انتخابات. number 46 I hadn't had enough sleep and was feeling a bit grumpy، grumpy is a synonym for war، كلمة grumpy معناها in a bad mood يعني في مزاج سيء، طبعا عكسها in a good mood، glad يعني سعيد، pleasant يعني سار. number 47 it might be obvious to you but it isn't to me، the antonym obvious is not، بيقول لي مضاد كلمة واضح، كلمة unclear اللي معناها غير واضح، بينما clear دي واضح، وclear نظيف وsimple بسيط. number 48 my dad gets cross with me if I leave the kitchen in a mess،
The adjective cross in the sentence is antonymous with not. بيقول لي مضاد كلمة cross اللي معناها غاضب هو كلمة cheerful اللي معناها بشوش أو مرح. Annoyed معناها طبعا قلق أو منزعج. وفي الأنجلي غاضب جدا وجرامبي متأفف ومتعكر المساك. Number 49. Now that's naughty you mustn't throw food on the floor. The word naughty here can be replaced by. ممكن نشيل كلمة naughty من الجملة وحط مكانها كلمة playful تنفع و badly behaved تنفع. إذا الإجابة بتاعتي هتكون A and C. لكن كلمة well natured دي معناها حسن الطباع طبعا مش هتنفع. Number 50. He was cross because his team had lost the match. Cross can be replaced by. ممكن نشيل كلمة cross اللي معناها غاضب جدا وحط مكانها كلمة grumpy اللي هو متعكر ومتنكد المزاج مزاجه معكر يعني. قام هادئ. Inspired ملهم. وكلمة ease معناها يخفف الألم مثلا أو يعني يلطف. Number 51. This phone is suitable not people with hearing difficulties. Suitable بتاخد حرف الجر فور وممكن نستبدلها برضو بصفة اسمها suited الاثنين نفس المعنى. والجملة معناها ان الهاتف او التليفون ده مناسب للناس اللي عندها مشاكل في السمع. 52. You can not well if you take some professional advice on this matter. الإجابة هتكون do well اللي معناها يؤدي بشكل جيد او يبلي بلاء حسنا. والجملة معناها انت تقدر تؤدي بشكل جيد لو خدت نصيحة احترافية في الموضوع ده. المسألة بعد كده. As an archaeologist my grandpa made many great contributions. كلمة contributions بتاعت حرف الجر تو. Contributions تو. والجملة معناها كرجل عالم أثار فإن جدي قدم إسهامات عظيمة كثيرة في اكتشافات قديمة. Number 54. At work time you must not on your responsibilities to finish your tasks on time. الإجابة you must focus on يعني يركز على. لكن rely on معناها يعتمد على. agree طبعا معناها يوافق أو يتفق. ولوك معناها ينظر. والجملة معناها أثناء العمل يجب أنك تركز على مسؤولياتك عشان تخلص المهام المطلوبة منك في الميعاد المظبوط. Number 55. The president not a speech expressing his determination to rebuild the economy. الجملة معناها ان الرئيس هنبقى الرئيس ايه give a speech صح make a speech طبعا ده المدى منها made a speech صح برضو معناها الاثنين معناها يلقي خطاب. الرئيس القى خطاب عبر فيه عن اصراره انه هو يعيد بناء الاقتصاد. بقى الاجابة هتكون بي ان سي. Number 56. Hard work is not always related to high income. الإجابة هتكون related to. فتحرك الجر تو. العمل الجاد ليس دائما مرتبط بالدخل العالي. Number 57. I'd like everyone to note a contribution in the discussion. الإجابة هتكون make. والجملة معناها أنا أود وأرغب إن كل شخص يعمل إسهام في مناقشة دي يقدم إسهامه في المناقشة يعني يقول رأيه في المناقشة يعني. Number 58. All my teachers encourage me to not something of myself. اللي جابها تكون كلمة make. وجود thing هنا ممكن نلخبطك بس هنا نختار make يعني ممكن تفكر انه كنا نختار دو عشان كلمة thing ولكن لا. الجملة معناها كل المدرسين شجعوني ان انا اعمل من نفسي حاجة. المسألة اللي بعد كده رقم 59 بيقول Your opinion will not make my decision. الإجابة هتكون تنفع influence تنفع affect ولا تنفعل معناها يؤثر على. والجملة معناها رأيك لن يؤثر على قراري. الإجابة هتكون بي ان سي. المسألة بعدها رقم 60. There is no not for cancer but symptoms can be managed. الإجابة هتكون كلمة cure هنا ناوي معناها علاج. والجملة معناها لا يوجد علاج للسرطان لكن الأعراض بتاعت المرض يمكن التحكم والسيطرة عليها. ربنا يشفي كل مريض يا رب. رقم 61. The project has had a direct impact on the lives of 1 million people.
direct effect أو influence، كلاهما صحيح. ألاحظ في المسألة اللي فوق effect وinfluence ده فعل، دي معناها يؤثر على ودي معناها يؤثر على وما ياخدوش حرف جر. هنا الكلمتين effect مش effect وinfluence اللي تم معناهم تأثير، جايين اسم هنا وبياخدوا حرف جر، لما بيجوا اسم بياخدوا حرف جر، لكن لما بيجوا فعل ما بياخدوش حرف جر. فهنا يختار ايه؟ اند، مش هينفع يختار افكت، ده فعل معناه يؤثر على وما بياخدوش حرف جر، اللي هي كلمه افكت ما بتاخدش حرف جر. نمبر 62 I don't not agree with that، طبعا I don't quite agree معناها ظرف، معناها الى حد ما. لما تصف معناها هادئ، وده معناه يخرج فعل، وده صفة معناها سريع. Number 63 You need to intonate your voice. I can hear you very well. اللي جابها هتكون كلمة raise، فعل معناها يرفع، والجملة معناها انت مش محتاج ترفع صوتك، انا قادر اسمعك بوضوح. Arouse يثير، arise ينشأ، وكلمة raise معناها يرتفع او ينهض او تشرق. 64 This ingredient also has the note of making your skin look younger. اللي جابها كلمة effect، صف نون معناها تأثير، جول معناها هذا المكون أيضا له تأثير، إنه بيجعل الجلد بتاعك يبدو أصغر. effect يؤثر على، effective مؤثر أو فعال، effective ليه بفعالية. المسألة بعد كده 65 It was our policy to deal with problems as they not. اللي جابها كلمة arise اللي معناها ينشأ أو يبرز، والجملة معناها إنها سياستنا أن نتعامل مع المشاكل بينما أو عندما تظهر أو تنشأ. أرايز يثير، ورايز يرتفع أو ينهض أو يشرق، ورز معناها يرفع أو يربي أو يجمع تبرعات. Number 66 Her strange behavior not our suspicions، اللي جابها تكون كلمة aroused اللي معناها هنا أثار، والجملة معناها سلوكه الغريب أو سلوكها الغريب أثار شكوكنا. Number 67 To get more light this plant must be moved to a higher position، اللي جابها تكون كلمة raised، والجملة معناها لكي يحصل على كثير من الضوء فإن هذا النبات يجب أن يرفع إلى مكان أعلى أو إلى موضع أعلى. Number 68 The company decided to not the salaries of its employees by 10%. الإجابة تكون كلمة raise، والجملة معناها الشركة قررت إنها ترفع مرتبات الموظفين بنسبة 10%. الكلمات دي كلها طبعا معانيها موجودة في الكتاب، ممكن تراجع لها وتبص عليها وتركز فيها كويس جدا لأنها مهمة. Number 69 She graduated from Cairo University with a note in history. الإجابة تكون degree اللي هي درجة علمية، والجملة معناها هي تخرجت من جامعة القاهرة بدرجة علمية في التاريخ. درجة علمية زي يعني بكالوريوس أو ليسانس أو ماجستير أو درجة، دي كلها درجات علمية. جريد معناها صف دراسي أو تقدير في اختبار. ليسنس يعني ترخيص أو رخصة. تمبريتشر يعني درجة الحرارة. نمبر 70 My car is similar not yours. similar بتاخد حرف الجر 2، والجملة معناها عربيتي مشابهة لعربيتك. نمبر 71 As well as not novels she writes poems. As well as معناها بالإضافة هنا، بالإضافة إلى، وهنا بيجي بعدها verb ing، بالإضافة إلى كتابة الروايات فإنها تكتب قصائد شعرية. رقم 72 نادية as well as her sisters not upset yesterday. As well as هنا بقى مختلفة شوية عن اللي فوق، اللي فوق كان معناها بالإضافة إلى وبيجي بعدها verb ing، ما هنا معناها مثل، والجملة معناها ندى زي اخواتها. طب انا هنا عندي اتنين فاعل، الفاعل الاول ندى والفاعل الثاني اخواتها. الفعل اللي يجي بعد كده هيكون بيتبع الفاعل الاول، والفاعل الثاني هيكون بيتبع الفاعل الاول، هيكون مفرد زيه، فاختار واز. نمبر 73 Sarah's positive thought helped her overcome challenges and achieve her goals. اللي جاي هتكون كلمه attitude معناها موقف او انطباع، جملة معناها موقف سارة الإيجابي ساعدها تتغلب على تحدياتها وتحقق أهدافها. ريفيو مقالة نقدية أو مراجعة. Altitude معناها الأماكن المرتفعة عن سطح البحر. Depression يعني اكتئاب.
المسألة اللي بعد كده throughout her career she remained very much to criticism اللي جابها كلمة sensitive صفة معناها حساس والجملة معناها خلال حياتها المهنية ظلت حساسة جدا للنقد والانتقاد sensibly معناها بتعقل وحكمة sense معناها حاسة أو إحساس أو شعور sensibility معناها الشعور المرهف والإحساس العالي Number 75 My bag is the same as yours The same بتاعت حرف الجر as The same as يعني نفس الشيء والجملة معناها حقيبتي نفس حقيبتك بالضبط Number 76 There is no doubt that Jana is not for the job She is very efficient الإجابة هتكون كلمة suitable Suitable for معناها مناسب لي والجملة معناها لا يوجد شك إن جانا مناسبة جدا للوظيفة إنها كفء جدا وقلت ممكن استخدم suited برضو نفس معنى suitable suit ده فعل معناه يلائم أو يناسب وبتيجي بمعنى بدلة suitability معناها الملائمة والمناسبة كلمة suiting دي معناها مادة خام بتستخدم في صناعة البدل اللي هي كلمة suiting اللي هو نوع من أنواع الصوف يعني Number 77 The food in the canteen is usually not good اللي جابها تكون كلمة quiet ظرف إلى معناه إلى حد ما والجملة معناها الطعام في هذا الكانتين يعني زي ما احنا قلنا بالعربي كانتين يعني بيقول الطعام في الكانتين ده جيد إلى حد ما quiet معناه هادئ quit فعل معناه يخرج وكلمة quiet لظرف معناه بهدوء رقم 78 My uncle is multilingual so he knows his children to learn different languages إجابة كلمة raises هنا معناها يربي والجملة معناها عمي أو خالي multilingual يعني بتكلم أكتر من لغة لذلك هو بيربي أولاده إن هم يتعلموا لغات كتير prevent معناها يمنع وdiscourage معناها يثبت العزيمة وraise معناها يشرق أو يرتفع أو ينهض كم مسألة محتاجين تفكير رقم 79 He has just joined Alex University staff He will not إجابة ب lecturer كلمة lecturer معناها محاضر يعني محاضر يعني زي أستاذ جامعة كده بيلقي محاضرات طيب محاضر ده ديا اسم مفرد وطالما اسم مفرد لازم يكون فيه اللي هي أداة الإفراد طيب واللي دي معناها ايه معناها سوف لازم يجي بعدها ايه لازم يجي بعدها مصدر وطالما يجي بعدها مصدر باول واحده دي غلط لان ما فيهاش فعل هنا في مصدر وهنا في مصدر انا ليه خدت الاولى احنا قلنا الاسم ده ليكتشر محتاج معاه ده مفهوش يبقى ده غلط وده برضه مفهوش ده غلط رقم 80 it took me up to answer the questions الاجابه هتكون quiet A long time قلنا كويت ده ظرف معناه إلى حد ما إنما كويت ده معناه هادئ اللي فيها دي غلط ودي غلط عشان ده معناه هادئ الفكرة بقى في حرف إيه ده هحطه هنا بعد كويت ولا قبلها بحطه بعدها كويت A long time مش A quiet long time والجملة معناها استغرق وقت طويل إن احنا نحل الأسئلة Number 81 I suggest that Ali not much exercise to keep fit الإجابة هتكون دو كلمة exercise بتاخد معاها الفعل دو يبقى دي غلط ودي غلط فده دي ضد الإجابة دو suggest بيجي بعدها ذات وبعدين فعل وبعدين مصدر أو should زائد المصدر يا دي يا دي Number 82 I was the first person نقط ده شيب طبعا القاعدة اللي فوق دي مش على suggest بس وكمان بتيجي على فعل اسمه recommend وممكن الفعل insist كمان المسألة رقم 82 I was the first person نقط ده شيب تنفع who left وتنفع to leave انا كنت اول شخص غادر السفينة بالشكل ده او بالشكل ده الإجابة هتكون A and C Number 83 Cars are cheaper than new ones
الإجابة هتكون كلمة used. used هنا صفة معناها مستعمل. السيارات المستعملة أرخص من السيارات الجديدة. آخر مسألة معانا رقم 84 achieving objectives needs a lot of patience and what. الإجابة هتكون كلمة determination. الجملة معناها تحقيق الأهداف بيحتاج كثير من الصبر والإصرار والعزيمة والتصميم والإرادة. preservation معناها الحفظ، اللي هو حفظ الأشياء، الحفاظ على الأشياء يعني. destruction معناها تشتيت أو صرف الانتباه. procrastination دي كلمة مهمة هناخدها في المنهج بتاع تالتة ثانوي، معناها التأجيل والمماطلة. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبكم الفيديو ما تقلش على ضغط اللايك. ادعوا أصدقاء وزملائك إنهم يشتركوا معنا في القناة، يشتركوا معنا في الفيديوهات حتى تعم الفائدة. أتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.